وعلماء الأحياء المجهرية يقولون أن الحياة بدأت في الماء قبل بلايين السنوات، وبدأت كل الحياة بعد ذلك. الحياة جاءت من الماء، يقولون لنا حينما نقول لهم نعم نحن نعرف ذلك. متى وجدتم هذا؟ نقول لهم بالأمس، والأمس قريب. الله تعالى سبحانه يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لمن تكون هذه المخاطبة؟ لماذا لا تؤمنون أيها الكفار الملحدون؟ القرآن تذكرة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان هذا الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم متعلما دارسا لما استغرب الناس، ولحق لهم أن يشكوا في أن هذا الكلام من صنعه. الله سبحانه وتعالى يثبت ويقول أنه أرسل نبيا أميا لأمة أمية. في كل بلاد العرب كان الذين يدركون القراءة والكتابة ويعرفونها قلة قليلة. هذا وضع إلهي سبق الرسالة المحمدية ليكون برهانا على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى.